يعني من وجهة نظر الشخصية بس، احنا لسه ما اتكلمناش، لكن طبعا انا كل يوم بقعد مع صديقي العزيز احمد نجات في الحقيقة، وبتتناقش بينا وبين بعض في حاجات عمرنا ما تطرقنا، لان ممكن يبقى في اربع لعيبة امال المواقع جابت يعني. الكلام ده منين؟ والله ما عارف، اقسم بالله ما اعرفش يا كابتن. انت في البداية انا بتفرج عليك على فكرة من اول الحلقة ومستمتع بيك جدا جدا جدا. الله يخليك يا كابتن. انت يعني اتكلمت على ان لازم المصداقية يا جماعة في المواقع، ولازم المصداقية في الخبر، ولازم المصداقية، ولازم نبقى نتحرى الخبر. بالظبط. يعني حاجة صعبة جدا جدا. يعني مطلعين النهاردة ناس برضو كاتبة، وانا هقضيهم، ان انا ضربت ضابط وعملت قصه وحكايه، وايه ده ايه ده يا جماعه اللي احنا فيه ده يا جماعه؟ وما فيش الكلام ده خالص، ولا في ولا حصل اي احتكاك ولا حاجه. واحد بيركن عربيته وانا بقول له لو سمحت تمشي وانتهى الموضوع وخلصنا. بالظبط. ويعني موضوع غريب جدا. والده كلمني، والده اللي هو في الشرطه كلمني، وانا ما اعرفش اسمه ايه والله اصلا لحد دلوقتي، وكلمني الكابتن احمد سليمان. يعني موضوع خلص وانتهى، اتعمل منه فيلم وموال، وان انا نزلت وثبت الدين. يا جماعه حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بتكذب دي. مع الاسف، واحد للاسف الشديد لو يعني. واحد متضايق منك بشكل شخصي هيفبرك لك خبر والدنيا كلها حاجة تتقلب. في منتهى الغرابة. احنا طب يعني عايزين نعمل كنترول بقى، بدل ما يحسب يعني. هو القانون يعني على فكرة، النقابة اللي هيبقى بقى فيه حاجة خاصة بالإعلام قوية جدا، هتحط ضوابط، اللي هو ميثاق الشرف في الإعلام، تحط ضوابط. والقصص دي اللي بيرميها بتروح لمليارات البشر. طب وبعدين يعني بالزبط. عشان مليارات البشر تقعد انت بقى في بق كل واحد وتقول له لا وما بيحصلش ومفيش من الكلام ده، يعني عيب، يعني عيب والله العظيم. طيب بالله. يعني انت في الدردشه العامه، وانت ركن ركين في اتحاد الكره فيما يتعلق بامور شؤون اللاعبين واللوائح والكلام ده، لم تتطرق. هل تطرقت الى عدد القيد؟ هل 25؟ هل 30؟ هل كذا هل كذا؟ يعني هل تطرقت؟ بص يا كابتن، احنا ان شاء الله باذن الله ناويين ان يعني بمناسبه فوز الباشمهندس هاني ووجوده داخل الاتحاد الدولي، ان نطور لوائح الاتحاد الدولي لكي تتواكب، لوائح الاتحاد المصري لكي تتواكب تماما مع لوائح الاتحاد الدولي، سواء لائحه شؤون اللاعبين، سواء ان 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 كره القدم تبقى صناعه. ما ينفعش ان انا ابقى نادي اقعد اصرف على اللعيب وهو ناشئ، وبعد كده اسيبه بعد ما يستوي لمجرد ان انا محكوم بـ 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 بعدد معين. يا اما اعمل مسابقات للرديف، واعمل مسابقات للسن اللي هو ما 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 ما, ما ينفعش ان يسيبوه، يا اما افتح القيد. ما هو لازم، لابد ان تتحول كره القدم في مصر الى صناعه. ما ينفعش ان نادي الزمالك يقعد يبيع او يقعد يسيب لعيبته وبعدين يرجع يشتريهم تاني، والنادي الاهلي يقعد يسيب لعيبته ويرجع يشتريهم تاني. كلام مش منطقي يا جماعه، وكلام مش صح، ما بيحصلش في اي حته في العالم. صحيح صحيح. ال- 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 الاعاره، انا النهارده عامل للفرقه اللي عايز يعير 10 لعيبه يعيرهم ويستفيد منهم وياخد من وراهم فلوس. اللي عايز يعير 15 يعير، وفي النهايه يعوض، يعني اعار 15 ياخد 15 مكانهم. عشان يقدر يعني ما يحتسبوش في القيد اللي عنده. ما فيش حاجه اسمها يحتسب، ومفيش حد بيتقيد في ناديين في توقيت واحد يا كابتن مدحت في اي حته في العالم. انني لما مشي من اسمه ايه ده، محمد صلاح لما مشي على سبيل الاعاره لايطاليا، ما كانش متقيد في انجلترا ومتقيد في ايطاليا يا جماعه. بالظبط. لازم نفهم الكلام ده، ولازم نبقى عارفين ان العلاقه بين اللاعب والنادي علاقه تعاقد. نعم. وبرضه لازم برضه الانديه تبقى وهي بتتعاقد تتحرى الدقه، لان احنا لما هنيجي نطبق لوائح الاتحاد الدولي، اللعيب اللي هيمضي مع النادي سنتين والنادي عايز يمشيه بعد سنه هياخد فلوسه بالكامل طبقا لنصوص وطبقا لما استقرت عليه المحكمه الرياضيه، لجنه تولي اللاعبين بالاتحاد الدولي، لجنه فض المنازعات بالاتحاد الدولي، استقرت عليه في العالم كله وانتهى الموضوع وفصل فيه لحد المحكمه الرياضيه، تم الفصل فيه. اللاعب اللي يمضي سنتين ياخد سنتين حتى لو تعاقد مع نادي اخر. تمام. اللاعب اللي يمضي 3 سنين ياخد ال3 سنين.
واخد بال حضرتك؟ وانت ما تمضيهوش ما دام ما عندكش ما تمضيهوش. الله ينور على لا نقي بقى نقي. لازم يبقى في عين ثاقبه، ما تمضيش معايا حد وتيجي تقول له ابعت لك جواب واقول لك تمشي في نهايه الموسم في خلال 15 يوم، كلام مش موجود في اي حته في العالم ولا بلاد تركب الافيال. طيب على على, على ذكر القيد يا كابتن مجدي، يعني النهارده على سبيل المثال، على سبيل المثال يعني فتح الله في اتحاد الكوره بيسال على مستحقاته اللي اتحكم له من خلال لجنه التظلمات ومن خلال المحكمه الرياضيه. مظبوط. في حاله عدم الوفاء، انا يعني مش عايز اروح لمنطقه عدم قيد لا سمح الله او حاجه. ايوه بالظبط، انت اتكلمت في نفس الكلام اللي انا اتكلمت فيه مع فتح الله النهارده. قلت له فتح الله احنا طبعا ما فيش شك ان احنا يهمنا مصلحه نادي الزمالك، رغم من اختلاف وجهات النظر اللي بيننا وبين رئيس النادي، الا ان نادي الزمالك هو يعني ركن ركين من كره القدم المصريه، ومصلحته تهمنا ووجوده يهمنا جدا، ووجود انه ما يبقاش فيه قلاقل عنده تهمنا جدا. صحيح. وده كلام عملناه الموسم اللي فات بعد ما نجحنا في الانتخابات، وكان هناك بعض المديونيات لاتحاد الكره، اتحاد الكره اجلها لان كان نادي الزمالك في ظروف صعبه جدا، وكان تم التحفظ على امواله في البنوك، فبالتالي تم حته مراعاه الامور دي. فتح الله النهارده ما طلبش في الحقيقه وقف القيد ولا حاجه، لكن اتكلمنا في اننا هنعمل اتصال. أيوة. يا اما بالكابتن اسماعيل يوسف، يا اما باي حد في نادي الزمالك، يا اما بالسيد رئيس النادي. ان احنا نقعد نحل الامور زي ما انت قلت كده بالكلام العقلاني اللي انت قلته، وده الكلام اللي انا كنت ماشي بيه دائما وابدا في لما كنت رئيس لجنه شؤون اللاعبين، مع الانديه ومع اللاعبين ومع وكلاء اللاعبين، بنقعد نصل الى حل بين الطرفين يرضي الطرفين، وبالتالي بيبقى كله مبسوط، اللاعب بينبسط ان هو اخذ المستحقات بتاعته، والنادي بيبقى مبسوط ان هو قدر ان هو يوفر جزء من الاموال اللي كانت مطلوبه منه، وبتنتهي الامور على خير وبيتم التصالح بين الطرفين. نتمنى يا رب ده يحصل باذن الله. إن طيب شاء الله. في المنطقه دي انا كنت اقترحت يا كابتن مجدي، يعني بما انه يعني خلينا نقول ايه تراكمات، يعني فتح الله النهارده له 6.5 مليون، ده تراكمات، سيبك بقى من فتح الله اي لاعب تاني تراكمات. ليه ما يبقاش عندنا في لائحه اتحاد الكره المقترحه باذن الله انه اللاعب اللي ما يطالبش بحقوقه مع نهايه الموسم بتاعه، عشان يبقى المجلس اللي تعقد ما هو المسؤول وفقا لرؤيتك اللي انت بتتكلم بيها. لا هو اللعيبه بتقدم شكواها بعد ما النادي بيسيبها او بيستغنى عنها او ما بيديهاش فلوسها. ما بيتاخروش يعني حضرتك، ما اوعى تتخيل ان اللعيبه بتتاخر، لكن الشكوى بتفضل تنظر في بعض الاحيان، تاخد وقت طويل. بس دي تهيألي مديونات متراكمه يا كابتن مجدي، اعتقد مديونات متراكمه. لا يا فندم، واحده بس يا كابتن مجدي. هو فتح الله ما سابش نادي الزمالك من سنه، وبعدين راح اشتكتنا في حضوره في وجود مجلس اداره جديد. لا فتح الله اشتكى المجلس اللي هو سابه، اللي هو استغنى عنه. أيوه. واخد بال حضرتك؟ أيوه. والفلوس اللي قبل كده دي النادي بيقعد يقول له بكره بعده بعد ما دي اللي انا بتكلم عليها بقى. دي اللي انا بتكلم عليها. ما ينفعش، بص كده انت هتفتح باب رهيب جدا للشكاوي مع الانديه، من الجائز بعض الانديه انها بتتاخر لكن في النهايه بتسدد. لكن النهارده لو كل مجالس سنه الادارات ذنبها ايه يا كابتن؟ هل يجوز النهارده وانا بلعب في النادي وموقع معاه العقد والنادي متاخر له متاخرات، اروح اشتكي في اتحاد الكوره عشان ما يسقطش حقي بعد سنه؟ هنعمل فتنه. طب وهل مقبول ان بعد 3 4 سنين يجي مجلس جديد يشيل هم اللي فات؟ ده نفس المجلس اللي تعاقد معاه. لا افترض ان مش هو، افترض مجلس اخر. يا كابتن النهارده المسؤوليه في المجالس الادارات، حتى في مجالس الادارات المحترفه، احنا عندنا طبعا مجالس اداراتنا مش محترفه. انما مجالس الادارات المحترفه في الانديه الاوروبيه اللي هي بيقبضوا فلوس. أيوه. لما بيمشي مجلس اداره بيبقى مسؤول عن كل دين تم توقيعه للمجلس القديم. مسؤول بشكل شخصي؟ لا بشكل 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 رسمي. ما هو خلاص ما بقاش بيحكم، جه مجلس جديد وحكم. المجلس الجديد لابد ان يسدد ما هو موجود على المجلس القديم. المجلس الجديد بالظبط كده بالظبط. ما يقدرش يتناصر. بس دي بتعمل مع الاسف، عشان انت قلت هناك محترفين، هنا مش محترفين، فبيبقى في احيانا سفه في التعاقدات،
ويفضل يأجل يأجل انا ويبقى معاك ماشي. بقى طبعا الارقام، في ارقام طبعا يعني انت تقول ازاي اللعيب ده خد الرقم ده. بالظبط كده. لما يجي اللعيب يشتكي يعني تستغرب اللعيب ده ازاي ما لعبش ولا ماتش وازاي خد الرقم ده يعني. ومين اللي حدد له عايز الرقم ده. اديك مثال صغير يا كابتن مجدي، لو في نادي معين وعاملين الجمعيه العموميه عملت 8 سنين، وجي المجلس اللي موجود ده فاضل له سنه عشان يتمم الثمان سنين، فقال لك كان مضرب كرسي في الكلوب عشان يعني اعجز لا ده المجلس اللي ممكن جاي. السنه اللي فاضله له دي يا كابتن متها تتعاقد مع لعيبه 3 سنين بالظبط يلبسهم كده، للمجلس اللي بالظبط بعده. كده، ويلبس طب ما اللي بعده. هنعمل احنا بقى احنا ما شوفوا لها ما آلية، شوفوا لها آلية، ما يعني هو فكروا في طبعا آلية، المقترحات يعني جميلا طبعا نبص فيها ونشوف فكروا مشكله. فيها وانت يا كابتن مجدي، مهمة. راجل لك خبره كبيره يا كابتن مدحت، واحنا بنثق في دماغك يعني. الله يخليك. أخيرا إن شاء الله لو ماتش اللي اتلعب على هامش البطولة العربية بتاع جيل 90 هتعمل برنامج دايت كده وعشان لا نشوفك لا في لا لا الملعب. لا لا هتتفرج على احلى بلينات. ها لا انا عايزينك هنزل تلعب، بس عايزينك مخصوص انا هلعب بس يعني ان شاء الله بنفسي يجي وتتفرج بقى. هتتحط بقى المره دي احطها على شماله مش على يمينه عشان احير الناس. طب يعني خليني هنا دلوقتي لما اطلع الشاشه طب قدامك. انت هتلعب هو انا جيل 90 ده، انا راجل غلبان على قدي. لا ما انت اساسي انت بتقف عند خط ال 18 والبوكس وتلعب بسن الكسب. ايوه. عموما الكابتن مجدي اهو قدامنا اهو، ما شاء الله بينط على حبيبي يا راسه، كابتن. ما بص شاء بقى بص الله دي بقى بص الله. شويه دول بتوع بقى زمان بقى امال اهو ايه، امال ايه اهو شويه بقى بتوع زمان. ما انا طبعا. بص تكلاوي وكلاني عايز انزل العب طبعا انت طبعا طبعا يعني ما زال العبقريه موجوده في الدماغ. حبيبي يا كابتن مصطفى حبيبي توفيق يا ربنا كابتن مجدي، يخليك ربنا يخليك، ما اتمنى لك كل تحرمش. التوفيق.